هدف هدف لفائدة الوداد. فابريس أوندما يهز الشباك، هدف أول لفائدة الوداد. فابريس أوندما يهز الشباك ويعلن عن الهدف الأول هنا بالملعب العبدي بالجديدة. هدف هز جنبات ملعب العبدي خاصة أنصار ومحبي فريق الوداد. يعني الكرة كانت مخدومة فؤاد، بلغة الكرة كانت مخدومة، وفابريس ينهي مجهود جماعي لفريق الوداد. وهنا كنرجع للمسة ديال المدرب، كان تغيير تكتيكي على مستوى تغيير المراكز داخل المقابلة. هناك نظرة ثاقبة ديال توشاك، رجع اللاعب حسني اليمين، مشى بالكارتي اليسار، وفابريس أوندما خلاه وراء إيبونا. كان على حق، منين جات الكرة ما ضيعش ديك الكرة، وبالتالي كان الحضور ديالو وراء إيبونا جد فعال. إذن الوداد كنتابعوا من خلال الإعادة، يعني بناء هجومي محكم لعناصر فريق الوداد، كينهي فابريس أوندما بهدف أول لفريق الوداد. فابريس أوندما اللي تصالح مع الشباك وتصالح مع الأهداف، لانه يعني صام عليها كثير، صام عليها كثير. ورجع الان من هذا الهدف الثاني ديالو، هذا الموسم الهدف كان امام خلاص. هدف ثاني لفريق الوداد، هدف ثاني لفريق الوداد في الوقت المحتسب بدل ضائع من الجوله الثانيه، الهدف رقم 13 لإيبونا، ويصبح متصدر الهدافين على مستوى البطوله الوطنيه. تعطل في تنفيذ العمليه، رغم ذلك فإيبونا لاعب يتأقلم سريعا، لاعب يبتكر، لاعب يتوقع ومتعدد الاختصاصات، تارة نلقاه في الأطراف، تارة في الوسط، وعنده سيولة في العطاء، مكتسبات فردية كيوظفها في الإطار الجماعي، وهذا شيء إيجابي لهذا اللاعب اللي كياخذ الدولية ديالو في البلد ديالو بكل سهل. إذا الوداد يؤمن الفوز هنا بمدينة الجديدة بهدف ثاني من إنجاز الهجهوج واللاعب إيبونا، وهدف يعطي للوداد 3 نقاط في هذه المباراة، ليبقى الفارق هو 3 نقاط عن فريق أولمبيك خريجة. تابعنا الهدف في